شباب، واحد حاجه مهمه هو ان بعض المنتوجات دابا ديال كيندر يقدروا يؤديوا الى داء السالمونيلا، خصوصا هذه المنتوجات هذه كيندر سوربرايز اللي كتسالي مده الصلاحيه ديالو في يونيو 2022 او في اكتوبر 2022، كيندر شوكوبونز او كيندر ميني اكس اللي كتسالي مده الصلاحيه ديالو في ابريل 2022 او في اوت 2022، او كيندر هابي مومنتس او كيندر ميكس اللي كتسالي مده الصلاحيه ديالو في اوت 2022، يقدروا يؤديوا الى داء السالمونيلا اللي هو اون غاسترونتيريت او التهاب ديال الجهاز الهضمي، كيعطيو صداع، حمى، تقيؤ، اسهال ودم في البراز. وواحد من المضاعفات ديال هذا المرض اللي يقدر يبان اسابيع او اشهر من بعد لا غاسترونتيريت هو التهاب المفصل التفاعلي او رياكتيف ارترايتس اللي فيه تهيج ديال العين والام عند التبول والام في المفاصل.